كانت العملات في الولايات المتحدة الأمريكية مصنوعة من الذهب والفضة والنحاس. وفي عام 1933 أصدر الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت قراراً بعدم السماح لأي شخص بتملك الذهب باستثناء المجوهرات والأدوات الطبية التي يدخل الذهب في صناعتها. تم جمع النقود الذهبية، لكن هذه الثروة الوطنية تحتاج إلى مخزن حيث يمكن أن تودع بأمان. وجاءت فكرة ودائع السبائك الذهبية الوطنية في عام 1936، وتم بناء مستودع خاص في فورت نوكس لحماية كميات كبيرة من الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية لأغراض تجارية واستراتيجية أيضاً. فورت نوكس قاعدة عسكرية في كنتاكي، موقع آمن جداً لتلك الثروة الوطنية. قامت إدارة الجيش بإسناد أمر ببناء قلعة فورت نوكس لوزارة الخزانة الأمريكية. تم نقل الذهب إلى فورت نوكس، لكن الذهب كان ثقيلاً جداً، لذلك لم يتمكنوا من نقله عبر الطائرات، وتم نقله عبر القطار مع حراسة مشددة للغاية حتى يصل إلى فورت نوكس بسلام. وخلال الفترة من يناير حتى يوليو 1937، تم شحن معظم احتياطات الولايات المتحدة الأمريكية من الذهب إلى خزانة فورت نوكس، مبنى خزانة سبائك الإيداع الأمريكية، بما في ذلك السبائك القديمة والعملات المصنوعة من الذهب وغيرها. لقد استخدم في عملية النقل 500 سيارة سكك حديدية عن طريق البريد المسجل، والآن فورت نوكس هي الخزانة الرئيسية لاحتياطات الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية. مبنى فورت نوكس: يقع مستودع فورت نوكس في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية على مساحة 110 ألف فدان من الأرض، على بعد 35 ميلاً من بلدة لويسفيل، وتم اعتبارها الدرع الاقتصادي الأمريكي منذ عام 1918. فورت نوكس ليس الخزانة الوحيدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما هي أكبر الخزائن بها، فهناك خزائن أخرى في الولايات الأخرى. تم بناء الجدار الخارجي للودائع من الجرانيت، وشملت مواد البناء المستخدمة في المبنى 16,500 قدم مكعبا من الجرانيت، و 4,200 متر مكعب من الخرسانة، و 750 طنا من حديد التسليح، و 670 طنا من الفولاذ الهيكلي. ولكن ما الذي يحتويه مبنى فورت نوكس؟ يحتوي فورت نوكس على حوالي 4,600 طن من الذهب، وهو ما يقدر بقيمة 200 مليار دولار، وهذا يمثل 2.5 من الذهب المستخرج في تاريخ البشرية. ليس الذهب فقط الذي يحتويه فورت نوكس، إنما يحتوي على ودائع لا تقل أهمية عن الذهب، منها على سبيل المثال نسخة محمية من الكتاب المقدس إنجيل غوتنبرغ، نسخة من إعلان الاستقلال، نسخة من الدستور الأمريكي، نسخة من خطبة جيتسبرغ للرئيس أبراهام لينكولن، ووثيقة الماغنا كارتا، والكثير من التحف والوثائق التي لا تقدر بثمن. ويذكر أنه خلال الحرب الباردة تم تخزين المورفين والأفيون ضمن ودائع فورت نوكس. كيف يتم حماية قلعة فورت نوكس؟ قلعة فورت نوكس محصنة تماماً، بجانب المبنى الصلب الذي صمم بدقة لحفظ الودائع وحمايته من الحريق والانفجارات وغيرها. فهيكل القلعة مثل القبو، مبني بجدران من الجرانيت يحميها باب واقي من الانفجار، يبلغ وزنه 20 طنا، وهو بسمك 21 بوصة تقريبا، ولا يمكن لشخص واحد أن يفتحه. توفر المقصورات الصغيرة مزيدا من الحماية، فباب القبو وباب الطوارئ يبلغ سمكهما 21 سنتيمترا، ومصنوعة من أحدث المواد المقاومة للحريق والانفجار. وهناك نفق الهروب من المستوى السفلي للقبو، فالمبنى مزود بأحدث التقنيات الحديثة لحمايته من كاميرات وأجهزة إنذارات وميكروفونات، والمبنى محاط بحلقات من الأسلاك الشائكة وحقول الألغام، بالإضافة إلى أن المبنى محمي بقوة عسكرية من الداخل والخارج على مدار الساعة، وممنوع زيارة الموقع من قبل أي شخص غير الموظفون والعاملون بالمبنى والذين يدخلون في جماعات منفصلة، بجانب الجيش والشرطة الذين يقومون بحماية قلعة فورت نوكس. هناك طائرات بدون طيار من طراز أباتشي، ومقرها في مطار جودمان العسكري، وكتيبة المهندسين 19،
وكتيبة التدريب سابقا في مدرسة درع الجيش الأمريكي والفريق الثالث القتالي التابع لفرقة المشاة الأولى التي يبلغ قوامها 30,000 جندي مع دبابات وناقلات الجنود المدرعة وسلاح المدفعية، ويعتبر المبنى هو أكثر مباني حراسة في العالم. هل تعلمون مشاهدينا أنه لا أحد يدخل فورت نوكس؟ ففي عام 1974 ادعى المحامي بيتر ديفيد بأن الخزائن الموجودة في مبنى فورت نوكس خالية من الذهب. لقد لاقت هذه النظرية تغطية موسعة من قبل الصحف والإذاعة والتلفزيون، مما اضطر الحكومة الأمريكية لاصطحاب مجموعة من الصحفيين لفورت نوكس ليروا خزائن الذهب ولدحض نظرية بيتر ديفيد. بعدها بات غير مسموح لأي أحد دخول مبنى فورت نوكس حتى رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية السابقون، وخلاف ذلك لم يسمح لأي أحد بالدخول لفورت نوكس مرة أخرى بعد دحض نظرية بيتر ديفيد. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.